فاكرين حسين؟ ايوه حسين اللي انا اشتكيت لحضراتكم منه في فيديو سابق علشان حسين واللي زيه اتطلب مني فيديوهات كتير جدا ترجعنا لفيديوهات الاتيكيت والمره دي هكلم حضراتكم عن اكتر حاجه حضراتكم طلبتوها مني وهي اتيكيت السوشيال ميديا مع اني اتكلمت في اكتر من فيديو قبل كده عن اتيكيت آه بعض الحاجات في السوشيال ميديا لكن الطلب مني ان انا اعمل فيديو مجمع لاتيكيت السوشيال ميديا عن كل من المفروض نعرفه عن اتيكيت السوشيال ميديا هتكلم ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده خليكم معانا لاخر الفيديو علشان تعرفوا كل حاجة عن اتيكيت السوشيال ميديا هنبدا بقى باول حاجه في اتيكيت السوشيال ميديا وهي الغلطه اللي غلطها حسين فاكرين حسين هحط اللينك بتاع فيديو حسين ان شاء الله تحت الفيديو ده آه الغلطه دي ان حسين اول ما بعت لي فريند ريكويست راح بعت كلام على الشات او كلام برايفت طبعا حسين ما يعرفنيش فما ينفعش يبعت لي كلام برايفت من غير ما يعرفني يبقى دي اول حاجه لما حضرتك تبعت فريند ريكويست او طلب صداقه لحد ويقبل الحد ده طلب صداقتك ما ينفعش تروح تكلمه على الشات او تكلمه على الخاص او تكلمه برايفت في وقتها او في ساعتها خصوصا لما تكونوا ما تعرفوش بعض لازم الاول تعرفوا بعض وبعدين تبعت له شات او تكلمه على الخاص او تكلمه برايفت دي اول حاجه تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا لازم نعرف ان الحساب الشخصي بتاع اي حد مننا هو زي ما احنا قلنا حالا حساب شخصي يعني يحق لي ان هو يعبر فيه عن كل اراءه مهما اختلف معنا في الاراء يعني ممكن يكون بيشجع نادي غير اللي احنا بنشجعه وعنده معتقد ما غير المعتقدات بتاعتنا فما ينفعش ان احنا نتكلم معاه باسلوب وحش لمجرد انه عبر عن رايه لان زي ما قلت الحساب ده حساب شخصي من حق كل واحد يعبر عن رايه وطبعا المفروض ان احنا عارفين ان الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه الحاجه اللي بعد كده التاج يا جماعه او الاشاره اللي بتتعمل على صوره او على بوست او منشور التاج ده ما بيتعملش غير لو انا كنت مع حضرتك في الصوره او كنت مع حضرتك في الحدث لكن ما تعمليش تاج او اشاره على مقال حضرتك كاتبه عشان تجبرني اني اقراه افرض انا مش عايزه اقراه وكمان ما تبعتليش على الخاص تقولي والنبي ادخلي اعملي لايك على البوست بتاعي ده مش من الاتيكيت اطلاقا ودي حاجه على فكره بتضايق جدا وبتضايق كتير مننا وبنبقى محرجين نقول انها بتضايقنا فأرجوك حضرتك أو حضرتك ما تعملوش تاج أو إشارة على صورة ولا على مقال ولا على أي حاجة حضرتك مش هيراها على أي حاجة في السوشيال ميديا أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي غير للناس اللي موجودة في الصورة دي لو مقال ما تعمليش لحد تاج حضرتك بتعملي لي ليه تاج على مقال انت نشراه أنا مالي أنا مالي وبعدين معلش ما تبعتليش حضرتك او تبعت لغيري تقول له والنبي ادخل اعمل لي لايك like على البوست اللي انا نشره او اعمل لي لايك like على الصوره اللي انا نشرها ما تحرجنيش افرض الصوره مش عاجباني افرض المقال مش عاجبني ما تحرجنيش يبقى التاج هيبقى بس او الاشارة تتعمل بس لحد معايا في صورة احنا متصورينها بمناسبة بقى الصورة ودي الحاجة اللي بعد كده لو كنا في رحلة او في نزها ما ينفعش تشير صوره انا فيها من غير ما تستاذني ما ينفعش حضرتك تشير صوره لمجموعه اشخاص على حسابك على السوشيال حساباتك اي حساب من حساباتك على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما تستاذن كل اللي موجودين في الصوره دي وتشوف هم يحبوا انها تتحط على مواقع التواصل الاجتماعي او على السوشيال ميديا ولا لا يبقى نحترم خصوصيات بعض ما ينفعش طالما حضرتك متصور في وسط مجموعة يبقى لازم تستأذن من المجموعة دي قبل ما تنشر الصورة اللي هم موجودين فيها آه الحاجة اللي بعد كده برضو هي حاجة آه كتير من الناس آه بيعملوها وهم مش عارفين ان هي مش من الاتيكيت على الاطلاق ما ينفعش حضرتك تعمل لايك like لنفسك يعني ما ينفعش تبقى حاطط صورتك او حاطط بوست او منشور زي ما بيقولوا عليه وتعمل له لايك لا حضرتك بتحط الحاجات دي علشان الناس تشوفها سواء صوره او سواء بوست او سواء اي حاجه بتعمل لها شير حتى بتحطها علشان الناس تشوفها الناس بقى هي اللي تقيمها تعمل لها لايك تعمل لها شير تفوتها ما تعمل لهاش حاجه دي الناس هي اللي بتعملها مش حضرتك خالص يبقى ما نعملش لايكات لنفسنا لا على صورنا ولا على اي حاجه احنا بننشرها او بنشيرها الحاجه اللي بعد كده الجيمز الالعاب آه كتير من الناس بينزعجوا جدا من آه الدعوات او الانفيتيشنز بتاعه الجيمز او بتاعه الالعاب ما تبعتش ارجوك وحضرتك ما تبعتيش دعوات للعب لناس مش عايزين يلعبوا اللعبه او من غير ما تستاذنوا الناس دول لازم علشان ابعت دعوه للعبه ان انا العب لعبه او ان انا ابعت حاجه في لعبه اكون متاكده ان الناس دي بتلعب اللعبه دي يعني ما عملش سلكت اول لا ادخل على اللعبه واشوف مين بيلعبها معايا وابعت له لان الموضوع ده بيبقى مزعج جداً لكتير من الناس وبرضه بيتكسفوا يقولوا وعلى فكرة بعض الناس او كتير من الناس الحقيقة عملوا بلوك لناس تانية بسبب الدعوات بتاعة الالعاب او الجيمز Games أه الحاجة اللي بعد كده ما تدخلش حد في جروب من غير ما تستأذنه يعني أنا بشوف ناس كتير بتضيفني أنا شخصيا على جروبات فجأة كده أصحى الصبح ألاقي نفسي محطوطة في مليون جروب ده مش من الإتيكيت على الإطلاق لازم حضرتك قبل ما تضيفني في الجروب أيا كان الجروب ده أو حضرتك قبل ما تضيفيني مهما كنا أصحاب مقربين أو حبايب أو قرايب أو أيا كانت العلاقة اللي بينا ما او ما او ما اي حد على الجروب سواء على الفيسبوك او على الواتساب او على اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي من غير استئذان الحاجه اللي بعد كده بقى ارجوكم حاولوا تحافظوا على خصوصياتكم يعني مش طول النهار تكتبوا أنتوا بتعملوا ايه وما ينفعش برضو كل ما ناكل حاجه نصورها كل ما يجي لنا بيبي نحط صورته كل ما نحتفل بعيد ميلاد نحط صورته ما ينفعش يا جماعة حاولوا تقللوا بقدر الامكان النوع ده من البوستات او من المنشورات على السوشيال ميديا لان اولا ده ممكن يسبب لكم اذى ممكن يسبب لكم حسد مثلا ممكن يسبب لكم مشاكل ممكن يعرف الناس حاجات عنكم انتوا ما كنتوش تحبوا ان هم يعرفوها ممكن يعرفوا انتوا كنتوا فين ممكن يعرفوا انتوا كنتوا بتاكلوا ايه في ناس بتصحى الصبح انا صحيت انا خدت شاور انا مالي يا فندم انا مالي ان حضرتك صحيتي او خدتي شاور او خرجتي او بتاكلي ملوخيه النهارده مش كل ما تاكلوا اكله يا جماعه تصوروها صوروها بس يعني البلوجرز الفود بلوجرز مثلا اللي بيعملوا بيكتبوا عن الاكل هم دول اللي صوروا الاكل لكن ليه حضرتك بتصور لي طبق الملوخيه اللي كلته طالما انا ما طلبتش ده منك يعني انا هستفيد ايه نقلل شويه يا جماعه من البوستات اللي بتنتهك خصوصياتنا احنا شخصيا قبل ما تنتهك خصوصيات الاخرين لان برده ده بيكون حاجه مش لطيفه ومش من الاتيكيت خالص ان انا اصور اكلي وشربي ولبسي وكل حاجه دي حاجات ليها اماكنها وليها اوقاتها وليها كمان اه ناسها يعني في ناس متخصصه في نشر الكلام ده دول طبعا لا يعيبهم ان هم ينشروها. الحاجه اللي بعد كده الايموجي اللي هي دي او الوجوه التعبيريه اللي هي بيبقى فيها قلب بيبقى فيها ورده بيبقى فيها بوسه بيبقى فيها حضن بيبقى فيها حاجات كتير قوي. الوجوه التعبيريه او الايموجي دي لازم نحسن استخدامها. يعني ما ينفعش حضرتك تبقى بتبعت حاجه لزميلتك في الشغل وتبعت لها قلب او تبعت لها بوسه ما ينفعش وما يصحش. لازم نحسن استخدام الوجوه التعبيريه او الايموجي ونستخدمها في مكانها يعني لو انا ببعت لمامتي اه من حق ابعت لها قلب وابعت لها بوسه وابعت لها حضن لكن لو انا ببعت لزميلي في الشغل ما ينفعش خالص ابعت له الحاجات دي يبقى ننقي الايموجي او الوجوه التعبيريه دي آه يعني نحسن اختيار الإيموجي المناسب في المكان المناسب نحط كل إيموجي في مكانه وناخد بالنا قوي 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 الإيموجي ده أو الوجه التعبيري ده مبعوث لمين لي ومبعوث ليه والموضوع ايه لازم نحسن اختيار الإيموجي اللي بنبعته وده من اهم قواعد اتيكات السوشيال ميديا الحاجة اللي بعد كده بقى هي الردود على الرسائل الخاصة والتعليقات انا افهم لو حضرتك او حضرتك كاتبة نو no برايفت شات او الخاص ممنوع او محدش يبعت لي على الخاص مش من الاتيكيت خالص ان حد يبعت لحضرتك او لحضرتك دلوقتي طالما انا كاتبه نو برايفت شات خلاص محدش يبعت لي وانا كاتبه كده على فكره بس ده مش معناه ان محدش خالص يبعت لي لا أنا بالنسبة لي كشيرين أنا أهلي يبعتولي زمايلي في الشغل يبعتولي لكن أنا كاتبه ده ودي حاجة شخصية للناس اللي ما يعرفونيش. اللي عايزين متابعيني الكرام بيبعتولي على الفيديوهات أو بيبعتوا على صفح الصفحة, الصفحة الخاصة بالقناة على فيسبوك. يبقى حضرتك ما يصحش أو مش من الإتيكيت إنك تبعت برايفت أو تكلم حد على الخاص وهو كاتب لك الخاص ممنوع. عيب يعني ما يصحش آه طيب في حد بقى مش كاتب الخاص ممنوع او هو مثلا من العائله او من الاصدقاء او من الناس المقربه آه ومش كاتب الخاص ممنوع برده على فكره لانه ممكن يكون كاتب الخاص ممنوع وهو عارف ان هو مش بيقدر يرد على الرسائل فعشان كده كاتب الخاص ممنوع او هي كاتبه الخاص ممنوع للسبب ده طالما مش كاتب الخاص ممنوع وحضرتك متعود ترد على هذه الشخصية أو هؤلاء الأشخاص يبقى ترد عليهم بمجرد ما تعمل سين ما ينفعش تفتح الرسالة وحضرتك مش كاتب الخاص ممنوع وما تردش عليها ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا الحاجة بقى اللي بعد كده ما ينفعش يكون في مشكلة شخصية بين زوج وزوجة أو بين صديق وصديقة أو بين أي اتنين وننشرها على الفيسبوك عيب ما يصحش وكمان مش من الاتيكيت وبرده فيها انتهاك للخصوصيه مشاكلنا نحلها بينا ودي كمان الحاجه اللي بعد كده يعني دلوقتي لو في مشكله بين اتنين ما ينفعش يا جماعه يحلوها على الماسنجر او يحلوها برساله على الواتساب او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لان الكلام المكتوب ممكن يتفهم غلط شكل الوش الابتسامة أو التكشيرة أو يعني البادي لانجوج حركات الإيدين كل ده بيخلينا نفهم اللي قدامنا بيقول إيه يبقى لما يبقى في عتاب أو في حاجة عايزين نقولها ما ينفعش تتقال على الخاص خصوصا للناس المقربين مننا لا نتصل ونقول لهذا الشخص لو سمحت أنا عايز أقابلك خصوصا لما يكون في عتاب بيننا علشان الكلام ممكن يتفهم غلط على السوشيال ميديا ويسبب مشاكل احنا في غنى عنها. أه الحاجه بقى اللي بعد كده وهي في غايه الاهميه لازم ناخد بالنا كويس قوي من الاخطاء الاملائيه. يعني لازم نشوف الرساله قبل ما نبعتها مكتوبه صح ولا غلط. لان كتير ب... واحنا بنعمل تايبنج او بنكتب الموبايل بيغير الكلام فممكن كلمه تتغير تدي معنى مختلف خالص عن اللي احنا عايزين نقوله فخصوصا لما بنبقى بنبعت كمان مراسلات عمل او في جروبات خاصه بالعمل او حتى بالاصدقاء او بالعائله نتاكد من الرساله انها مكتوبه صح قبل ما نبعتها طيب اذا بعتناها وكان فيها غلطه بنعتذر ونقول عفوا الكيبورد او الموبايل غير الكلام تليفون غير الكلام فانا كان قصدي اقول كذا مش كذا بس نعتذر في ساعتها بمجرد ما ناخد بالنا ان احنا كتبنا كلمه مش مظبوطه برضو لازم ناخد بالنا يا جماعه ان ليس كل ما يلمع ذهبا بمعنى ايه بمعنى ان اللي لابس بدلة او حاطط صورة لي ببدلة او في جنينة او فرحان او في مناسبة ده مش معناه ان هو سعيد واللي حاطط بوستات دينية مش معناه انه متدين واللي حاطط بوستات حزينة مش معناه انه حزين ما تصدقوش اللي موجود على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل الاجتماعي مش كل حاجه بتتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي هي مظبوطه وبعدين ما تتعاطفوش قوي مع الناس اللي بيبعتوا يطلبوا مساعده خصوصا لو انتوا ما تعرفوهمش لان كتير بيستخدموا السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي في النصب للاسف خصوصا لو حساب انت ما تعرفهوش حتى لو حساب تعرفه ممكن يبقى اتسرق يعني حتى لو حساب حد قريبك او حد صديقك ممكن يبقى مسروق وبتحصل كتير جدا جدا الحسابات بتتسرق وبتطلب مساعدات من الناس على انه شخص تاني وبتبقى دي عملية نصب او ابتزاز لحد معين الحاجة اللي بعد كده يعني درجة خاص مني يعني ارجوكم قبل ما تبعتوا رساله على اي موقع او تعملوا كومنت او تعليق على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فكروا في حاجتين الحاجه الاولانيه حضرتك هيبقى شعورك ايه لو جاتلك رساله زي دي دي حاجه الحاجه اللي بعد كده حضرتك هيبقى شعورك ايه لو حد من اهل بيتك جاله رساله زي دي أرجوكوا عاملوا الناس زي ما أنتوا تحبوا أنكم تتعاملوا وعاملوا الناس زي ما تحبوا أن هم يعاملوا حبايبكم أو يعاملوا الناس المقربين من حضراتكم دايما كمان في حاجة فولدر اسمه other او مسج request او مش عارفة الحقيقة اسمه ايه المهم الفولدر ده بي او الجزء ده في المواقع التواصل الاجتماعي بيجي فيه الرسائل اللي هي بتبقى من ناس مجهولة مش متضافين عند حضرتك على الاكاونت الفولدر ده بقى بيبقى فيه ضرر وياما هد بيوت فلو سمحتوا يعني تحروا الدقة وتحروا الرحمة وانتوا بتبعتوا للناس مش علشان حد مثلا واحده ما ردتش على رساله حضرتك فتبعت تشتمها وكمان ما ينفعش تبعت تحب في واحده ممكن تكون متجوزه عندها اخ عندها اب عندها ام تتسبب لها في مشكله كبيره قد تصل لان بيتها يتهد فلو سمحتم عاملوا الناس زي ما بتحبوا ان حبايبكم يتعاملوا يعني حضرتك وانت بتبعت رساله فكر كده هيكون رد فعلك ايه لو الرساله دي اتبعتت لوالدتك او لزوجتك او لاختك او حتى لاخوك او الرساله دي لو جاتلك يعني ده كان معظم الحاجات اللي انا بتمنى ان احنا كلنا وانا متاكده ان معظم حضراتكم بيتحلوا بيها وبيتبعوها على مواقع التواصل الاجتماعي او ده هو اتيكيت ال سوشيال ميديا أو اتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى لكل حضراتكم مواقع تواصل اجتماعي وسوشيال ميديا سعيدة وناس كلها مهتمة باتباع قواعد الاتيكيت والذوق والادب والرحمة. شكرا لكل حضراتكم وبرضو قبل ما همشي وأسيب حضراتكم من فضلكم إذا عجب حضراتكم الفيديو أعملوا لايك وإذا عجبكم قوي أرجوكم أعملوا له شير علشان قواعد الاتيكيت توصل اتيكيت السوشيال ميديا توصل لاكبر قدر من الناس وارجوكم شيروه على جروبات بتاعتكم لان انا نفسي كل الناس تتبع هذه القواعد ولو اول مره بتشرفوني بالمتابعه ارجوكم اسعدوني كمان بانكم تشتركوا في القناه عن طريق انكم تدوسوا على الكلمة اللي موجودة باللون الأحمر تحت الفيديو أو الزرار اللي موجود باللون الأحمر تحت الفيديو ومكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك شكرا لكل حضراتكم وإن شاء الله أشوف حضراتكم الفيديو الجاي